أي خطر على هذه المروحيات التي عادة ما تحلق على علو منخفض، لكن كما شاهدنا من قبل ما زالت القذائف المدفعية تنطلق ليس إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن مباشرة إلى صبر ابقى معي لأن نتابع غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن غارة عنيفة الآن على الضاحية الجنوبية لبيروت، اشتعال النيران وأعمدة الدخان في هذه المنطقة حسب ما نسمع. برج البراجنة هي المنطقة المستهدفة. أحمد، نعم سهام، غارة عنيفة ربما هي الأضخم والأكبر لهذه الليلة كما يظهر من حجم الدخان وحجم ألسنة النار المتصاعدة من هذه الغارة. هذه المنطقة التي أراها أمامي الآن هي منطقة برج البراجنة، على الأرجح هذا هو الموقع الثالث الذي أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم استهدافه هذه الليلة في منطقة برج البراجنة، وهي المنطقة التي لم تكف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن قصفها منذ مساء ليلة أمس وحتى اليوم. هذه الآن الغارة الثامنة، غارة أخرى جديدة ربما أو تجدد للانفجار. نعم انفجار عنيف الآن، انفجار عنيف الآن في منطقة برج البراجنة، هي غارة جديدة الآن يسمع صوتها بوضوح. حتى الآن ثلاثة قذائف ضخمة استهدفت هذه المنطقة، غارة تؤدي إلى انفجار ومن ثم انفجارات ثقيلة متعاقبة ومتتالية. أحمد، هي غارات سهام، هي غارات، سمعنا صوت الغارات، ربما جرى استهداف المنطقة أكثر من مرة لأنه بعد حدوث الانفجار وصل إلينا الصوت، بالتالي يبدو أنها غارة أو عدة قذائف على نفس المنطقة. أحصينا ثلاث قذائف ثقيلة أو شديدة الانفجار، ألسنة اللهب وانفجارات صغيرة تتزامن أيضا مع هذا الانفجار. سهام، أيضا أريد أن أشير إلى أن الاستهدافات لهذه المناطق السكنية، المناطق والشقق السكنية توجد بها أنابيب الغاز الذي يستخدم للطهي، توجد بها أجهزة كهربائية، وكل هذه كل ما داخل هذه الشقق هي مواد تنفجر وتتفاعل مع الاستهدافات، وبالتالي يمكن من أن يتضاعف حجم الانفجار وتأثيره. التلفزيون العربي.